نبقى في أجواء العلاقات اللبنانية الخليجية. يبدو أن هناك معلومات إضافية حول هذا الشأن مع الصحفي غسان ريفي. صباح الخير أستاذ غسان. صباح النور لارا، يا أهلا. يعني يبدو أنه لديك معلومات حول زيارة الرئيس ميقاتي إلى قطر، خلينا نبدأ بهذا الموضوع بالأول. بالبداية صباح الخير لك ولكل المشاهدين الجديد، وكل عام وأنتم بخير لمناسبة عيد بشارة، وإن شاء الله تكون اللي عم يحصل هو عبارة عن بشارة جديدة للبنان. طبعا يعني زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى قطر اليوم هي لا تعتبر زيارة خليجية أو بداية لجولة خليجية. اليوم زيارة الرئيس ميقاتي هي للمشاركة في منتدى الدوحة يلي يعقد بعنوان التحول عصر جديد. وطبعا يعني يكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة مع إعادة الانفتاح الخليجي وخصوصا السعودي والكويتي على لبنان، بما يمكن الرئيس ميقاتي من عقد سلسلة اجتماعات جانبية على هامش المنتدى لوضع خطوط عريضة ووضع القضية اللبنانية على الطاولة العربية تماما كما فعل في تشرين الأول الماضي في غلاسكو عندما طرح القضية اللبنانية على طاولة صنع القرار. ولا شك يعني بما أن المنتدى يعقد في قطر فإنه من الطبيعي أو بالأحرى سيلتقي رئيس الحكومة أمير قطر الشيخ تميم، وسيكون له محادثات أيضا مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري، علما بأن العلاقات مع قطر لم تنقطع طيلة الفترة الماضية، وكان هناك تنسيق دائم، وكان هناك زيارة لوزير الخارجية إلى لبنان، وكان هناك لقاء مع الشيخ تميم والرئيس ميقاتي في غلاسكو وفي مؤتمر الأمن أيضا الذي عقد في ألمانيا. وبالتالي هذه الزيارة يعني هي للمشاركة في هذا المنتدى، وهو طبعا يعني اليوم مع هذا الانفتاح سيلتقي الرئيس ميقاتي بمسؤولين سعوديين وكويتيين وإماراتيين وممثلين عن كل دول الخليجي، حيث يمكن أن يتم التفاهم على المرحلة المقبلة، ماذا بعد الانفتاح، ماذا بعد عودة العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية الخليجية. وطبعا هذا الأمر لن يخلو من وضع خطط في حال تمت هذه العودة بالكامل، لن يخلو الوضع من يعني وضع خطوط عريضة لمساعدات مقبلة تمثلت أو ترجمت مبدئيا بالصندوق الفرنسي السعودي الذي سيعطي 36 مليون دولار للجمعيات الإنسانية، وهو يعني مبلغ زهيد أمام ما يمكن أن تقدمه السعودية ودول الخليج من للبنان من أجل الخروج من أزمته، علما بأن هذه المساعدات لطالما كانت تأتي. وطبعا عودة العلاقات اللبنانية الخليجية من شأنها أن تنعكس إيجابا، خصوصا إذا اقترنت بالمساعدات التي اعتاد عليها لبنان من أشقائه العرب. نعم أستاذ غسان، بالحديث عن عودة العلاقات اللبنانية الخليجية، ماذا عن عودة السفراء إلى لبنان؟ ما هي المعلومات لديك حول هذا الموضوع؟ يعني كل التقارير تقول بأن عودة السفراء باتت قريبة جدا، وهناك مقربون من يعني السفير وليد البخاري السفير السعودي يؤكدون بأنه سيعود إلى لبنان مع بداية شهر رمضان المبارك، وسيستأنف نشاطه الدبلوماسي من خلال زيارات سيقوم بها
ومن خلال استقبالات، كما يعني سيترجم الانفتاح السعودي بدعوة عدد من الشخصيات السياسية إلى السعودية. ونحن نرى اليوم بأن هناك جهد يبذله الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط عبر النائب وائل أبو فاعور الذي يزور السعودية بشكل يعني متتالي خلال الفترة الماضية. وطبعا يعني من الطبيعي في حال عاد السفير وعادت هذه العلاقات، وخصوصا بعد الإشادة ببيان الرئيس نجيب ميقاتي والتعويل عليه في إعادة لبنان إلى الحضن العربي وإعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان، من الطبيعي أن تترجم هذه العلاقات بتوجيه دعوة إلى رئيس الحكومة، ليس بالضرورة يعني في الفترة القليلة المقبلة، وإنما لابد من أن يترجم هذا الانفتاح بزيارة لمسؤولين لبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، خصوصا أننا وجدنا بأن يعني للمرة الأولى تحرص السعودية وتحرص الكويت على تسمية رئيس الحكومة بالاسم. يعني لم تقل هي بأن أشادت بالبيان اللبناني أو بيان الحكومة اللبنانية بقدر ما أشادت ببيان رئيس الحكومة، وهذه إشارة إيجابية أيضا إلى الرئيس نجيب ميقاتي بأن السلوك السياسي الذي يعتمده اليوم هو سلوك مبارك من دول الخليج، خصوصا أن هذا السلوك ترجم بأكثر من مناسبة وأكثر من موقف بأنه لا بد من التزام أفضل العلاقات مع دول الخليج، ولابد من النأي بالنفس بلبنان عن كل الصراعات ومنع أي إساءة إلى هذه البلدان الشقيقة. وبالتالي يبدو بأن أيضا الجهد له الحكومة والذي كشف عن كثير من شبكات تهريب الكابتن وأبلغت الحكومة اللبنانية الحكومة السعودية والكويتية ببعض الشبكات التي تعمل لدى تلك الدول أيضا كان له صدى إيجابي. فكل هذه الأمور اجتمعت على بعضها البعض في هذه الإيجابية التي يعني من المفترض أن تترجم عودة طبيعية للعلاقة. رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الصحفي غسان ريفي، شكرا جزيلا لك ولكل المعلومات اللي أفدتنا فيها.